يعني إذا أنا قلت لك يا أخي أنا عندي مشروع جاهز قاعد أشتغل فيه، أنت يمكن أوضاعك ما تسمح، طيب يعني أنا جبرتك؟ أنت إذا موافق في شيء الرضا هذا أتوافق، إذا تم، أنا الحقيقة ما عندي معلومة في هذا الجانب إطلاقا، لكن إذا تم هذا توافق بين الدول. شو الخط الخلل؟ ليش أنا بحط مينة وأنت تحط مينة أمامي وأنا بديت وأنت لسه ما بديت؟ طيب جربني أخي، خلينا بالعكس، هذا إنه يكون ميناء مبارك، وخاصة العراق للكويت مشاكل معاه قديمة، هذا ربما يصفي، يكون جوانب تجارية وعلاقات إنسانية، وتعود الأمور إلى طبيعتها بعيدا عن عنتريات الحزب القائد والذبح والصلخ وإلى آخره اللي كنا نسمع فيه. هذه الحقيقة مفيدة، تجارة طريق للسلام هذه وللمحبة وللأخوة وإلى آخره. بالعكس إحنا ناس عقلنا تجاري، ممكن نستثمر عندك، بس يصير عندك استقرار، وبالتالي تصير الأمور عادية إن شاء الله. نعم طيب.